السلام عليكم، أنا اسمي أحمد سامح، أنا زميل جراحات الأورطة في مركز جراحة الأورطة الألماني بجامعة هامبورغ. حابب أتكلم معاكم على التمدد الشرياني وأحدث طرق العلاج. أقصد بالتمدد الشرياني تمدد شرياني لشريان الأورطة. شريان الأورطة ده الشريان الرئيسي في الجسم، بيطلع من المنشأ بتاعه من القلب، بيغذي كل الشرايين الفرعية والأساسية. حابب أتكلم النهاردة عن التمدد الشرياني في شريان الأورطة تحت الشريان الكلوي. أحدث الطرق العلاجية هي العلاج بالأسطرة التداخلية عن طريق الدعامات المغطاة. في كمان تكنولوجيا جديدة إن الدعامات المغطاة بيتم وضعها في التمدد الشرياني تحت الشريان الكلوي بدون أي جروح، وده له أثر بالغ في الشفاء العاجل بالنسبة للمريض، وبيغنينا عن الطرق التقليدية الجراحية اللي كانت بتكلف المريض كثير من المضاعفات. قد في بعض الأحيان الطارئة مثل انفجار شريان الأورطة قد تودي بحياة المريض. ومن الأشياء المهمة اللي وفرتها الدعامات المغطاة هي توفير عامل الوقت، فبالتالي بتقلل الوقت بتاع الوقت المسموح به للتخدير، وده له مردوده على الصحة العامة للمريض والشفاء العاجل. شكرا.